المسجل. نوعية الخدمات هذا لابد من احترام دفتر الشروط والصفقات، والمعاينة دائما تسمح لنا باش نطلع الإيجابي أو السلبي. الحمد لله الآن راهي الأمور يعني في تحسن، راهي القضية يعني محل متابعة، فيه يعني الجانب الإيجابي أكثر من السلبي. الانشغالات على المواطنين نتكفلوا بها، خلينا نسمعوا لانشغالات المواطنين، الحوار مع المواطن الحوار الصريح بما في ذلك من الآن راح يسمح لنا باش تكون عندنا نظرة بالنسبة لبرنامج 2025 إن شاء الله من خلال انشغالات على المواطنين وتحديد الأولويات على مستوى المجالس البلدية ولجان الدوائر. تعطينا نظرة باش نقدر نوجدوا في برنامج 2025 فيكون بنظرة استشرافية لمتطلبات الأولية للمواطنين إن شاء الله. في داخل الأشهر موسم الصيف هذا جندناها بحضور السيد مدير الري وكل مسؤولي قطاع الري، هما مشكورين لتموين مولية 90% المياه الصالحة للشرب. نعرفوا